ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعين. ده فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن جائزه جزائريه حره، وهي بتمر في احد الاسواق في باريس ولقت منتجات وحلويات جزائريه وبيبيعها مغاربه على اساس ان الحلويات دي مغربيه. طبعا هي صارت جدا قالت وقالت لهم دي حلويات جزائريه، وازاي انتوا كاتبين وطابعين عليها ان هي مغربيه، الحلويات دي في اصلها جزائري. وطبعا ما خافتش ويعني خدت رد فعل، فعلا رد فعل امرأة حرة فعلا بتدافع عن كل حاجة لبلدها ووطنها. وبعدين قالوا لها لا ومش لا، وفي الاخر قالوا لها احنا جزائريين، احنا مش مغاربة. وده عمل يعني ضجة على السوشيال ميديا، ازاي انتوا بتغيروا اصولكوا علشان انتوا بتبيعوا حلويات مش بتاعتكم. واشادوا للمرأة الجزائرية ان هي مرأة حرة بالفعل، بنت احرار، يعني هي دي بنت الشهداء فعلا. صافي صافي السلطانيين ما يقولوش صافي، شوي ديزولي انا ما خنش لا خير ولا لا 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 ساسي الجيريا الحراج ولا من ساسي الجيريا باب حسن تاع باب حسن انا عارف الحسن انا زايده هنايا زايده الجيريا La pâtisserie algérienne, on la présente autant que pâtisserie marocaine. Voilà. Voilà. Pâtisserie algérienne. Pâtisserie algérienne. اتمنى التوفيق للجميع يا رب العالمين، واشوف حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.